تمام. خش على اللي بعده. عبد الله سعيد ماله بيسلم عليك؟ طيب سلاماتي الكابتن عبد الله. الله يخليك كابتن. سلاماتي وتحياتي لا يعني المفاوضات وصلت لفين يا كابتن حسين؟ بص يا كابتن استاذ، سمعت كده برضو حد سرب خبر في قناه في جريده ايه مش عارف اذا كان ينفع اقول ولا لا بلاش مشكله. لا بلاش. وقال لك حسين السيد بوظ صفقه، والله ما فاكر وما بردش انا على الحاجات دي خالص. انت طبعا بتصدقني اكيد طبعا. انا عمري ما قعدت مع عبد الله سعيد ولا شفت وشه فيس تو فيس. طيب اتكلمت في التليفون ولا في التليفون؟ طب حد تاني اتكلم وكان قاعد جنب حضرتك ولا دي حصلت؟ طيب المفاوضات وصلت مع عبد الله السعيد؟ طيب لا من جنب ولا من ظهر ولا من وش ولا حلو قوي يعني. حلو ممكن يكون حد تاني بس عبد الله سعيد. طيب يبقى تسال حد تاني بقى. لا ما اكيد يعني هيبقى في تسالني بسالك حسين السيد فانا رديت عليك. طيب راي حضرتك في ان عبد الله السعيد يكون متواجد في نادي الزمالك؟ هل نادي الزمالك عبد الله سعيد نجم كبير وكلنا نعلم هذا اكيد طبعا. احنا كنادي الزمالك مش عايز اقول مش في حساباتنا يعني احنا انا شخصيا كحسين يعني ده موضوع شخصي. عبد الله سعيد لعيب كبير نتمنى ان هو يكون موجود، بس هل هو موافق وهل ظروفنا تسمح؟ هل المدرب يوافق ام محتاجه؟ في حسابات تانية كتير بتحكمنا. مش مساله ان انا بحب عبد الله السعيد، ما كلنا بنحب عبد الله السعيد وكلنا عارفين عارفين امكانيات عبد الله السعيد، صح ولا غلط؟ تمام. هتلاقي ناس بتختلف قليله او مش قليله او الكلام ده كله. لا وما فيش يعني فنيا هو واحد من اهم اللعيبه في مصر يعني. الله ينور عليك. بس في ظروف ثانيه بتحكم العلاقه، مش انا لوحدي كحسين السيد القرار في ايدي. طيب اللي بعد محمود الونش كان عنده عرض سعودي، هل الكلام دوت صح؟ وهل هيتم التفريط فيه؟ كان قبل ما يمضي كان موجود فعلا عرض وكنا عارفين تفاصيله، كان قبل ما يجدد. لما هو بص على فكره الونش من اللعيبه اللي انا شخصيا بقى هنا بحبهم، لان الراجل ده يعني اللعيبه راجل عارف انت. انا كحسين السيد بحب اللعيبه الرجاله جوه وبره الملعب. طيب وزملكاوي يعني كبير وضحى بالرقم انا عارفه عشان يقعد في نادي الزمالك. اللي هو قد ايه بقى عشان الجماهير تبقى عارفه؟ ما انا قلت لك بقى ما بقولش ارقام ابدا. يعني المعلومه اللي عندي ان هو يصل. انت بتعرف تجيب الارقام روح هاتها. لا لا انا بحاول بس اتكلم مع حضرتك. حضرتك كلامك اهم مني لان انت المسؤول يعني. لا ما انا ما اقدرش اقول ارقام لعيب. طيب ندخل في اللي جنبه محمود علاء. ماله محمود؟ هيمشي ولا لا؟ يعني كان متضايق انه ما بيلعبش. ليه؟ عنده كان عرض من برضه سعودي. اتفضل. سيبك من حته العروض، زي ما قلت لك احنا كل يوم بيجي لنا عروض. محمود علاء كان مصاب صح؟ كان مصاب ورجع. رجع خد مش عارف ربع ساعه في ماتش اسماعيلي وخد 10 دقائق مش عارف في ماتش ايه. هو انت متخيل اللعيب يرجع من اصابه؟ وانا على ما اسمع لان ما حضرتش او ما كنتش موجود في اصابته كانت جامده، فتستدعي ان انت تيجي وتقوم راميه على طول مره كده واحده اساسي في جولات حاسمه؟ صعب صعبه. المنطق ما بيقولش كده. فانما ايه، هل ده بقى معناه الناس تفسرها ان انا مش عايز محمود علاء زي ده راجل اساسي عندي في الفرقه؟ الناس دي بتهزر او بتجيب الكلام ده منين او بتفسر المعلومات دي ازاي؟ هو انا عندي كام محمود علاء في الفرقه؟ حلو. انا كل الاسئله هسالها لحضرتك وانت حضرتك جاوب، انت المسؤول حضرتك. محمد عبد السلام كنت بتكلم مع المهندس او الاستاذ محمد مصلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، وقال لي ان احنا طالبين من المسؤولين في نادي الزمالك محمد عبد السلام. فهل في مفاوضات؟ هل هيتم في اي صفقات تبادليه ولا لا؟ ملف محمد عبد السلام ده بالتحديد مع الكابتن حسين لبيب بالتحديد اللعيب ده. ليه؟ يعني عشان هو بيتواصل مع الباشمهندس محمد مصلحي في حاجات تانية. حاجات تانية زي ايه بقى؟ في ممكن يكون موضوع محمد عبد السلام بس، وهو عايز، وهو كنادي الاتحاد عايزين مننا لا لعيب. هل في صفقات تبادليه ممكن تتم مع نادي الاتحاد السكندري؟ ليه لا، ممكن ما بعتش اعارات. عندي ناشئين كتير في نادي الزمالك. انت عارف عندنا كام ناشئ في نادي الزمالك يا كابتن اسلام؟ كام؟
عندنا 42 ناشئ مش هستفاد منهم الا بخمسه. دي مشكله جامده جدا يا جماعه في مصر او الانديه بتاعتنا. يعني انا عمال افكر صبح وليل الناس، يعني لو في بقى ناس عايزه بقى تفكر لمستقبل الناشئين، بس الكلام ده كنت لازم تلحقه من سنه سنتين ورا. انت عندك 42 دلوقتي هتطلعهم ببلاش، انت متخيل دي؟ ومن احسن لعيبه، لان انت الزمالك بيجي له منين احسن لعيبه في مصر؟ الصفوه. فانت دلوقتي عندك جيلين طاروا، عندك مواليد 99 طاروا، وعندك مواليد 2000 ايه 42 لعيب، هايد منهم خمسه. تخيل الكارثه اللي احنا فيها. بس ده موضوع بتحاول بحاول اوفر بقى اعراض بقى هنا وهنا وهنا وهنا. طيب. فشغالين عاملين اعراض. هل هيكون في بنكلم كل الناس هل هيكون في تعاون مع نادي بيراميدز في صفقات تبادليه، وتحديدا نبيل دونجا ممكن يكون متواجد في الزمالك الموسم اللي جاي؟ هو نادي بيراميدز محتاج لعيبه؟ لا، مش منتخب، لا عنده منتخب. لا بس ايوه، لا يعني ممكن يكون في صفقات تبادليه يا كابتن حسين. لا 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 خالص، ما عندناش حد ندي بيراميدز. ما عندك ولا هو محتاج ولا هو كبيراميدز محتاج ولا يعني. عندك ولا عندك عبد الله جمعه تدي البيراميدز؟ مين قال لك ان انا اسيب؟ دي موضوع برضو تاني برضو. انا لسه ما انا لسه هسال. مين قال ان انا اسيب عبد الله جمعه؟ يعني برضو الناس برضو ليه مخمنه ان عبد الله جمعه اولا عايز يمشي، اولا انا هبيعه، اولا ان انا مش عارف مين بيتكلم. لا هو اتقال ان هو عايز يمشي او في خلاف على الامور الماليه، واللي بيتفاوض له هو صالح جمعه مش عبد الله. انا بقول لحضرتك كل الكلام عشان حضرتك توضح يعني. طيب لا، عبد الله جمعه احنا متمسكين بيه، وان شاء الله في الوقت المناسب هنقعد معاه وهنظبطه. الوقت المناسب دوت احنا محتاجين عبد الله جمعه. طارق حامد عقده ينتهي، فاضل له سنه كده صح؟ تمام. هل هيتم التفاوض معاه دلوقتي ولا هتستنوا ليناير فتحصل مشكله فيتلقى عروض من بره فتلاقيه مش معاك مره واحده؟ اقول لك على حاجه بس ما تضحكش. اتفضل. طارق حامد من اللعيبه اللي يعني ايه زي السمكه، لو طلعوا من نادي الزمالك من الميه هي دي الميه بتاعته. طارق حامد انا شفته في 18 برضه، كنت مديركم ده زملكاوي يعني من جامد جدا. مش محتاج ان انا بص بامانه مش محتاج ان انا اقول له تعالى امضي يا طارق. لا يعني ما هو خلينا كابتن حسين ماشي بس خلينا نتعامل انت يعني راجل بروفيشنال وانا اشهد بدوت. لكن هو بيحب نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك بيحبه وهو والعلاقه زي الفل، لكن في النهايه هو بيتعامل بعقود، او في النهايه هو بيلعب علشان ياخد فلوس. اكمل لك بس الجمله بتاعتك. اتفضل. ده معناه ايه؟ ده معنى ايه؟ احنا بنقول فاضل له سنه، يعني في يناير اللي جاي. حتى لو عديت يناير هو بقى فري. انا بديك مثلا، هو هروح معاك لابعد الحدود، احنا بروفيشنال صح؟ طبعا. يناير هو هيمضي، حتى لو عدى يناير وانا ما كلمتوش مش هيروح يمضي في حته. وانا لو جيت قبل شهر 6 اللي جاي وقلت له تعالى امضي يا طارق هيجي يمضي. عرفت اللي انا عايز اقوله لك ايه؟ مروان حمدي